هلا فروسي يا اخوي، خويك طول ما فتح الباب يا اخي. خويك لا والله العظيم خويك طول يسكر الباب والله العظيم. الظاهر نبي نفطر بالسيارة يا اخوي. الله طال عمرك والله عزيز العظيم. الظاهر ان الرقد وسحب علينا يا ذيبان. اي والله العظيم مشتى يا اخوي. الله يعين. الباب مفتح. كم باقي ويذن؟ باقي 40 ثانية بالضبط. خلاص يا اخوي كلم خويك يا حبيبي. والله ما يرد. لا ملي. رحنا طيب رحنا القى بشكل رحنا يا اخوي عدن يا اخوي. هلا وسهلا يا محيي. اي والله توني قايل. يلا ايش الزين ايش اخبارك؟ ايش تقصد يا بعد قلبك سوا بدا السلامة. عزوز عزوز وفطورك مو زين لا امزح والله العظيم اكرمكم والله ما قصرت والله. لا لا خلاص خلاص نتوب نتوب. انا والله جاني من هناك يركض. ايش تقول قبل شوي؟ اقول الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ابغى اخذك معي انا خلاص والله. عزيز 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 ابغى اخذه معي يا اخي. حمود ايه حمود تحبني ولا تحب مشاري؟ خلاص يلا انزل انزل. شو تمقلب انت في اللي عندك ذا يا اخي؟ ودنا نشوف ردة فعلك كذا. ودنا نشوفك يعني يوم كذا وانت معصب فهمت؟ ايه وش ردة فعل ذي يا اخي؟ صدمتني كذا انا شخصيا. خليني اشوف المقطع خليني اشوف المقطع. شو اسمه هذا رابط الفيديو وروح شوفوه بالله شوفوا ردة فعلي. تنصدمون كلكم ما صدقون. السلام عليكم مساكم الله بالخير. الله يجعل يوم جميل ممتع قلوبكم يا رب يا كريم. طبعا اليوم الشباب جاي يفطروا عندنا. هلا والله ناصر يلا حيا. يا بعد قلبي صحة وعافية. يا بعد قلبي والله هلا. يا بعد قلبي صحة وعافية. هلا سهلة يلا حيا. يلا والله يلا حيا. الله خيركم. بس ترى الواحد ما يقول هالكلام. شلون العيال اليوم جايين يفطرون عندنا؟ شو يقول؟ عاز من العيال اليوم. يا اخي مفهومه يعني عرفتوا بصراحه يا جماعه. هم كلموني اكثر مره عزيز بناكل عندكم قطر وطاوله. هو معقد هو معقد والله يعني من كثر ما طقطق عليه جاهل بالتعقيد. هي اماراتي ايش يا مشاري؟ في ملاحظه عند فارس بيقول لك اياها الحين شايفه فيك. هو تسمح له يلا ملاحظة عادي. لا بس ما تزعل ترى. ايه مقالبك لما تيجي تسوي مقلب ايه بسرعة. وش المقالب بالبثوث ولا بالسنابات؟ الان سويت مقلب عزوز. فطوركم ما بحلو الا حلو. امزح امزح عشان ما يزعل يا اخي. ما عطى ردة فعل اصلا. هو باقي ما لا عشان ما يزعل يعني. هو دائما الفطور مو زين. محتاج انا اقيم رايي. صح والله. بس كثر الله خيركم. ايوه الرجال والله انه ترى نمزح معك. لا تزعل. ما زعل الصدق يعني. مقرب كان سريع. ابو سؤالك يا شيخ. يا جماعه رغم ان امي مشغوله هنا بتطلع تفطر برا الا انها ما قصرت وضبطت لي الفطور ذاك. الا عند اخوياي ما قصرت. الله يخليها لك. اللهم امين يا رب يا زينك. ادع لامي تكفى. الله اللهم يخلي لك اميمتك خلي لك ابيك و ايه. لا يلا حيا شلونك طيب شو اخبارك؟ وش حاب تقول؟ حاب انك كرفته ليش تكره؟ حاب انك كرفته ليش تكره يا اخي؟ هذا محتواي. نرجع لموضوعنا. ليش طيب وش المشكله عندك اذا انا كرفته؟ ليش تكره؟ مو محتواي. وين ذاك الصغير ذيك الصغير شو اسمه؟ عبد السلام. عبد السلام اعتذر اليوم يقول انه بيفطر عند امه. وين حتى سيارته بيبيع. ليش؟ انت عندك ملاحظات كثير لاحظت. عندي خلني ساكت خلني ساكت. وين عبد السلام الصغير؟ هو الحين خلاص كبير. انت كبير. بس انا اعرف انك تمون ودائما تجيني وزي كذا بس مو معقول تجيني بسناوي. قلت ادب ذي والله. ما يا اخي اسمع شوف ها وش فيها؟ على الاقل ساترني انت. ايش؟ ينظرون الى الناس ولا ينظرون الى انفسهم. شلون ما فهمت؟ شلون؟ ها؟ ارجع الامارات لو سمحت. مو تعلم في حلاك تحلق تكفى علمني وراك محدد من ورا.
حديها وين؟ ليش حد ورا؟ غلط غلط خطا. ولا جيب زرت عليه. لا والله لا والله مشاقي عشان مشاقي لك انا يا واحد اشتاق طقطق طقطق معه وكذا مو طقطق عليه طقطق معه ركز شلون ما فهمت شو الحركه دي مجنون انت ما شاء الله يا حمود هلا وسهلا حيا الله الله يطول عمرك مشتري شميزتك تصب القهوة أحسن مني والله قهوة رجاجيل أنت ما عمرك صبيت اسمع ما عمرك صبيت قهوة زين ما فهمت وش هالسروال اللي لابسه؟ ليه؟ سروال؟ أغيره يا عمري اسمع تبيني أسوي معك التحدي هذا اللي فك لا ما راح أسويك تدري ان كل اللي عندي يقولون حمود يشبه لك قسم بالله والله صدق عبد السلام على ولد اختي والله معليش لا وقفت شيء لا والله وقفت شيء لا والله اسمع عندي سؤال ثاني الحين ليش تدري يشوفوني فيك والله صدق بسم الله الرحمن الرحيم لا على عائلتنا لا والله خلينا نشوف وجهك لا ما في شبه بس اسمع اقول لك شيء اي صح انت اعلى سم لا بتروح بنطفش والله بدونك يا هي امارات عاد كلمه امارات طب عندي سؤال عادي اسال خلصنا بالجايه خلاص يلا سؤال يقول ليش في الواقع دائما هادي في البثوث مزعج الناس صدق والله صدق هل هذا من التصنع او ان انت ما طلعتك في البثوث لا شوف افتح الجوال احسن ما حد ينظر فيك يعني احسن ما في اي شخص كذا يعني حلو كيف تسولف على نفسك حلو عبد كل شيء عندي الطاقه السلبيه كلها ابدا بالبث فهمت لما تسولف يعني تسولف مع الناس ترى يستحي انا ايه ما اتكلم كثير حتى تشوف يعني تصير ساكت تحس نفسك وحيد بالفترة الأخيرة أوفا وحيد وأنا موجود مو قصة وحيد بس يعني أحبك في حالي شوف عيونه تلمع يوم تسأل هالسؤال إيه يا أخي من بصيح ترى خلاص يا هاي مشاري كل متابعين يقولون ما شاء الله طلع على شنب ولحية إيه شوف ما شاء الله الله ما شاء الله بارك الله أثقل ما في الوجه هذي كله خفيف انت اي اول مره اشوفك انا حبيبي مشاري انا امزح هذا بس يمزح معك هذا طقمك سماوي ها اهدى بس اسمع هذا سروكا اسد شفت كذا من شريته؟ الزوز ها وشو؟ اشتقنا وشو؟ ايش لا والله وش اشتقنا على وشو؟ طقت على مشاري؟ اي اوكي شكلي مشاري عندي سؤال اسد ما تخلص ليش ما تعرف تذب؟ صدق ما اعرف اذب؟ ايه فعلا لاحظتك خلاص زين قبل شوي تقول له انتو السناوي حقي يعني بس يوصل يقول الاشياء يقول اسماءها مثلا انتو شرابك تعال ايه هو ما يعذب يقول انتو شرابك بس ايه انتو السناوي يا اخي شبه قول والله انتو شرابك كل كلمة رجع مرة ثانية خل اي تعال كم نرجع لموضوعنا انت تشبه الاشياء يعني مثلا تقول انت شرابك اي خطا انت شرابك اللي كنه ما ادري وش فهمت اي ما يصلح والله صدق السلام عليك ما تعرف طب اسمع في سؤال خليت ذبت لك طب اسمع في سؤال ثاني انت فانز بتي اس لا والله اسوي عمل تجميل عيب والله تجميل اشياء بسيطه يعني لا حتى يعني لو فيك عيب خلقي انا اقول من الممكن يعني ايش ما في كل خير ليش تسوي تجميل في ما عنده فك هو يبي يسوي فك ابي يسوي فك ابي يحط الابره ذيك يا حبيبي لسه نشوف ها صدق والله اني فك يا اخوي صاحي انا قد سويتها ترى شوفها شو استعملت تجميل شو مسوي قبل 5 سنوات شو مسوي؟ عاملية الفك ابره يحطون ابر بس ويشدون هشد فهمت الفرق فيك شيء انت
لا ليش؟ فيك عيب خلقي فيك شيء. لا بس عشان أصير عفوا. وده أيش زيك قصدك؟ أنت عندك فك ما شاء الله رباني يعني أنا أزويت التجميل. طبعا أنت شو المشكلة؟ إيش فيك معلم اللي مسوي؟ دكتور ما خليت أركب معي. ليش؟ والله ليش؟ اسمع قلتم 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 حساب عندي لا والله صدق قلتم خلاص انتهى حساب عندي زين اصبر اصبر لا اسمع اقلها والله يا خلاص سنحلف فارس خذ طاقتك من متى عندك ذي؟ من امس امسك والله انا حقي فارس عادي ارجع فلوسي حاسب بطاقة ثانية بطاقتك انت ما عرفتها حاسب بطاقة انا شو عزو ما يعزو بطاقة كرم منا لا الله يكثر غيره اسمع شاري صد طلب بسيط متوافق عادي ابي منك سلف ايه ابي مبلغ بسيط يعني مو مره صدق ابي 12000 ايه تقدر تعطيني اسبوع اسبوعين كذا ارجع لك طيب خلاص الله يجزاك خير انت خلاص تحول لي اياها تمام طيب دقيقة بصور سناب عشان القهوة ما شاء الله تبارك الرحمن حبيبي يعطيك العافية الله يسعدك يا رب اخ ما ارق القهوة السوداء الله عوني ابي الو وابي الاحباب تبيع الوقت تبيع الاحباب هي بيعك انت انت ليش انت منت والله من الاحباب طيب ليش انا شو بس كذا كيف ليش تسوي ليش خصمت الموضوع يا ميشو ما فارس لا بس تدري وش دغرني فيه يا اخي مقلب فاهم ايه؟ مقلبني يا اخي قهرني الصدق بس والله قهرني يعني. بس والله ردة فعلك حكيمة حليمة أمّا حليمة فارس أقسم بلني آسف ألو شو؟ على سافذ الطاقة تخيل يا جماعة لو في صورت صرافة حقتها كل شو يجي رمز تحقق إن الناس أمان رمز أمان رمز أمان تسعة عشرة إيه وكانوا بيحطون بعد الأرقام هنا الأغبية كنا بصور إن رمز تحقق نقول إن ما يمديكم تدخلون عشان تدخلون صدقة بس لا حد يتعب نفسه خلاص إيه؟ والله الغيت الطاقة خلاص طلعت طاقة جديدة القوم اي والله اني انا اسف والله ما دريت والله ما دريت بس اقسم بالله يا جماعة في ناس ما فيهم خير كتبوا لي والله ما فيهم خير ما صدقوا على الله على طول يحاولون ترى جاني سحب بالله كم واحد حاول جاني سحب 15000 قالوا البنك لازم يعوضك اللي نشر الطاقة صدق ها شنو معي انا بالله كم مرة جاك تبي محاولة والله كنا 11 رمز امان جاني وانا شلون منزل سنابه اعوذ بالله جماعه خير ومشاري ما كان يجيب البرد ابد يوم صار مجان صار يجي حب البلاش قد كذبت ذلك تعرف بلانك جيت قبل بفلوس بعد فلوسك صدق قسم بالله اللي عندي بسنابه كلمه يذكرون لا تسد خلاص مصدقيك امزح معك والله امزح موزه يعني هذا اثبات انك قد جاب موزه كم يعني قد جاب 10 و11 ما شاء الله اقول لك مره سويت مزاد صدق والله العظيم في احترم منك ايه شو اسمه لعبت 50 وبعت 200 ثلاث مرات غشاش اسمع الله يصلح اسمع مره جتني عجوز ايه هذا ايش جتني عجوز في شيء خليني اقول سالفه اسالف خلاص تعصب اسمع خلاص خلها بعدين لا والله قلت جاري بالله لا هذاك قل السالفه وش حقت العجوز تكفى عشاني يا اخوي انت وجهك من وجهي يا اخي سولف معنا لا عشاني والله انت قول
المطبخ يلا المطبخ عجوز طيب حلو تكفى يا ولدي انا والله العظيم يا بنتي تبي الموزه طيب حلو اخر شيء ايش اسوي انا ما بيعطيها الموزه ايه اخر شيء قسم بالله يا اخي اعطيت الموزه اللي معك يلا تلعب تلهم فوزتهم دام كل شيء تلعب تفوز لا ما يمديك تلعب الا مره واحده تكفى يا ولدي يوم اعطيتها جسد عيد الله يفتح لك ابواب الجنه هو من دروج تحس الدعوه مستجابه لا عشان موزه بتفوز الله الرحمن بعد الفطور يا اخي ودك كذا بسنتوك الله العظيم عزيز والله اني احسبك يا اخي خاطر يا خاطر روح الامارات صراحه يا الله كنت اتمنى اروح الامارات اشوف اماراتيين الحمد لله اشوفكم انت شوف وين سبت وين؟ وين؟ ها؟ نروح الامارات يلا طيب مشينا مشينا يا لا لا خلوا المزح على جنب كثر الله خيرك يا عزيز يا عبد الله الله يغنيك يطول بعمرك عافية وقل واجب نسويه والله يا لب قلبك يا بعد روح انت شافني 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 اتسح شافني افطر امس في ماكدونالدز قال لا اي ما يصير ما يصير ما يصير والله ما يصير بابا علمنا على علوم المراجع فيك ما يصير يا اخي قال مره مو اوكي ان صديقك يجي من برا السعوديه من برا السعوديه الامارات يعني وما الضيفة لازم دخل بيتكم الحين اسمع فقرة القهوة يلا شاء الله وش التيشيرت الحلو شاء الله بي تي اس عندي نقطة بوضح بلاك بينك مدري شو اسمه هذا بي تي اس والله سوني تابع بي تي اس عزوز هو معلمني ما تدري يا اخي انا لو اقول ميد واحد في الشارع السلام عليكم ترد انت ايش تبي انت؟ انا اوضح بس ايش تبي؟ بكل سنابه يا اخوي يهبد يهبد تفلسف راح 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 لا احنا ما اقسم بالله ما عاد اعطى والله الله يخلي لك فانزاتك يا مشاري شوف فانزاتك شلون يطول باعمارهم ان شاء الله ما شاء الله تبارك الله خير الجماهير والله حمود حمود سوي طلع حمود الله قلت شفت سنابات مشاري شفت سنابات ما درى عني والله تقاوم وغدان عمرك كله 16 تكلم عن التوتال كامل 16 كيف 16 خليتني